يا الله يا قابض الأرواح، جاي لعندك. سامحني يا ربي، خايفة كتير. يا ترى كيف الموت؟ يمكن يكون حلو لأنه أمي ماتت وكمان أبي مات، شي حلو لأنه نبينا مات. خدني لعندهم يا الله وسامحني يا رب. أخي عجاج وقف. شو بيقول لك أخي؟ خلينا نحكي شوي. زهرة بتكون مرتي، يا ريت تتركها. ها؟ أعطيها فرصة تانية وبعمل اللي بدك يا أخي. أنا جامع مبلغ كتير منيح وما رح أنساه. لك يا عديم الشرف، حميد ربك إنك لساتك عايش. طيب طيب أخي ماشي، نزل سلاح حولك. سدد. يلا يلا تحرك. أطلق. يلا يلا تحركوا بسرعة. عجلوا عجلوا يلا يلا شباب يلا. يلا يلا زهرة تعي لهون. زهرة زهرة تعي. اتركني قادر. تعي معي. خلص بقدر حبيب حالي. امشي. خفي رجلك خفي. البنت هربت مني. ليكونوا هالكلاب قتلوا زهرة. رح اجيب زهرة وارجع، انت خليك هون واستنانا. تعي يلا تعي لا تخافي. زهرة ليكي طلعي من هون وراح يطلع قدامك باب، علي منتظرك هنيك. تمام؟ قلت علوش؟ ايه يلا يلا استعجلي زهرة. واقف لشوف لوين رايح. لوين هربت لمرتي؟ ها مرتك مربي ولاك؟ هديك ست مرتي. هذا كان بالماضي حبيبي، وعمل لك انه هلأ رح اطلقها. اصلا اذا انت متت رح تكون طلقتها بطريقة طبيعية. علوش حبيبتي انت منيحة؟ ألف الحمد لله على السلامة. منيحة علوشي منيحة. للحظة فكرت إني وقعت بإيده لقادر. يلا نروح من هون زهرة، يلا عجلي. تعي خذوا. يلا هربي هربي. أسو أسو يلا لبرا يلا. كلياتهم ماتوا قتلوهم كلهم. قتلوهم كلهم. زهرة كمان كانت بيناتهم. ما وقت يا سهرة. يلا سهرة يلا. يلا شباب يلا. يلا يا شباب كلهم. امشي قدامي. كلهم امشي سهرة يلا. وقفوا. لا
يلا. منيحة نهورتي. منيحة منيحة، لولاك انت كانوا قوصوني. لا يا حبيبتي استغفر الله، بتبالغي يعني، والله ما عمل شيء يعني الواجب. انت بتعرفي يعني الواحد لما بيحب شغله بيدافع عنها من كل قلبه، لانه الانسان بدون مبادئ وبدون حب لا يستطيع ان يعيش في هذه الحياة التي نعيشها. رحمتك يا الله. يلا طارق يلا عجلوا. دكتور يلا. دكتور ما مشي الحال دكتور، بسببي انا ناس كتير ماتوا. انا اعطيتهم كل اللي بدهم اياه مني دكتور. سهر انت نجحتي بكتير شغلات كبيرة، انت نجحتي بشكل انك ضربت التنظيم ودمرتيهم. باذن الله هلا في مجموعة رايحة باتجاه المقر تبعنا، راح يروحوا يعترفوا وراح يعملوا اكثر من هيك. يا سهر يلا يلا اوام يلا 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 والله عملت وانقذت. تعرف اما حالي انه هيك عم حلق في هذه التمائم العاليه لانه انقذت حبيبي. قنبله 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 خلصتي مو تعبكم هلا. يلا انا بورجي يلا يلا عياش. وقعتوا وما حدا سمع عليكم. هي غزلان للصيد عم يركضوا قدامنا. يلا حركوا خلونا نقطع طريق هدول الخونة. يلا كيف عملت هيك يا أخي؟ كيف؟ عن قريب رح تفهم يا أخي. مرتي وين أولاك؟ زهرة وينها؟ عم لك زهرة وينها ولك احكي. هاي مرتي مو مرتك انت ولك، ما راح تكون مرة لحدا تاني غيري. بقت لك هون ولك وبتموت مع اللي ماتوا هون. يلا احكي وين راحت زهرة؟ راحت. وانت راح تروح لعندها ما هيك؟ ولك ما بترك لك اياها، ما بتحلم فيها ما بتحلم. امشي لشوف. يلا امشي امشي. يلا زهرة. الحمد لله علي نفدنا ونحن سوا هلا. ايه الحمد لله زهرة. لوين بدنا نروح؟ رايحين على الكراج. رح نهرب ونروح من هون علوش؟ واخيرا رح نهرب. خلينا نروح علوش، خلينا نروح بعيد كتير، حتى لو كان لآخر الدنيا بيجي معك. بكفي إني أكون قريبة منك وأنت لبقى تبعد عني. يلا 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 زهرة يلا خلينا نستعجل. الموضوع تمام غريب بيك. ما خاب أملي فيك يا عدنان. عندي شروط غريب بيك، ما رح تلبسه ولا بنتي، وبدي صلاحيات أوسع، بدي مرابح أكتر بكتير، كمان كلية لبنتي فورا. ماشي عدنان حبيبي، بما أنه الموضوع انحل ما رح نحرمك من أي شيء. لا تأكل هم. ها؟ ليكو غريب بيك، هذا هو زوجها. هلأ أنا فهمت ليش بدك مرتك لهي الدرجة. لا تأخذني يا بيك، زهرة مو مثل المخدرات بالنسبة إلي. زهرة حب حياتي من أنا وصغير، ومشانها ممكن أعمل أي شيء. خلاص ولك بعتت وراك لتسمعني قصة حياتك. هلأ سمعني منيح، نمرود مهم بالنسبة لإلنا، وقطع ما بتتغير من شغلنا. بس انت اذا متت في الف رجال بحل محلك. بس انا كمان منيح معك، وبين كل هالاحداث انا دايما عم فكر فيك، ما هيك؟ ها؟ الموضوع هو انا رح اعطيك خيارات. روح وجيب مرتك لهون، وانت مقامك رح يرتفع ومعاشك رح يرتفع. بعدين يمكن كمان نمرود يكون عنده عرض تاني. ما
أنا لا بدي عروض ولا من يحزنون، خليك بعيد عني وعن زهرة ولاك، فهمت؟ فكر شوي أحسن لك يا قادر، لا تعطي جوابك فورا، وفكر منيح شو اللي رح تضيعه. إيه؟ بالمناسبة أنت شو كانت زمرة دمك؟ ما بعرف غريب بيك، أنا من دون دم، من فئة عديمي الدم. بعطيك مصاري كتير. أنت سكوت ولا بقى تسمعني صوتك يا عديم الشرف. عقال وهدايا قادر، أنت على وشك أنه تترفع. ديك أنت نجحت بأمور مهمة كتير، وما بدي أخسرك أبدا، مو مستاهلة مشان وحدة ست. يلا لنقول انكم هربتوا، فكر انه ما رح نلاقيكم. فكر منيح والقرار عندك. طيب غريب بيك، مثل ما بدك رح يصير. انا لهذا الواطي السافل عديم الاخلاق، مرتي اللي انا لهلا ما دخلت عليها، رح اجيبها وسلمه اياها بايدي. بس وحياتك مو مشان المصاري تبعه غريب هيك، خليه ينتظرني قدام العدلية، رح اجيبها وطلقها. عليك يا عديم الشرف. يلا اخر راكب اخر راكب. لك خلصنا يا اخي، يلا طيب اخر راكب. لا نمشي على شكل والله ما شفته. يلا هنا يلا خلينا نطلع على البصرة. مع السلامة. والله العظيم لهلا ما مصدق حالي، كيف صار هيك؟ كرمال الله قال لي كيف نحن مع بعض هلا. يا الله شو شعور حلو، ألف الحمد لله والشكر لك. حبيبي علوش، من اليوم رح نعيش سوا. وشو بدي أقول عن قادر اللي بعتني لعندك؟ والله إذا موت ما كنت مصدق إنه قادر رح يعمل هيك معروف معي. أحلى ما في عالم الفن من ألحان وأغاني كوميدي.